مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وأطيب ناس في الدنيا. جمعة مباركة علينا كلنا يا رب، كده كل أيامنا مليانة ببركة من ربنا يا رب، دايما كده متجمعين إحنا وكل حبايبنا. النهاردة يوم الجمعة، يعني سفرة مختلفة مش متكلفة، على قد ما تكون أفكارها حلوة جدا وتكفي وتفيد كمان. دايما بيبقى عندنا صحبة حلوة يوم الجمعة، ودايما بقول الصحبة الحلوة دايما السفرة بتكون أساس فيها. علشان كده محضرة لكم النهاردة مينيو حلو جدا، سهل وسريع، وهيدينا كميات حلوة قوي وكمان اقتصادي قوي. بعد الفاصل استنوني. جمعة مباركة علينا كلنا، ويا رب كده كل أيامنا مليانة ببركة من ربنا. وزي ما اتفقنا، سفرة الجمعة دايما بتكون مختلفة، بس دايما بخلي بالي ان السفرة ما تاخدش وقت كتير مننا، وكمان تدينا كميات حلوة قوي وتكون أساسها بشاميل. فالنهاردة هنعمل فكرة حلوة قوي للبطاطس مع الفراخ، هتدينا كمية حلوة جدا، وتتقدم جنب رز، تتقدم جنب مكرونة، تتاكل لوحدها او حتى بعيش. عايز اقول لكم هتعجبكم جدا جدا. بطاطس وفراخ وبرده بشاميل، تعالوا اقول لكم دي ايه فكرتها وهنعملها ازاي ومقاديرها هتكون ايه، اللي بسيطه جدا جدا بس هتدينا كميه حلوه قوي. اول حاجه هي بطاطس بيوري بالفراخ والبشاميل. طيب اول حاجه محتاجه صدرين فراخ، ممكن اي قطعه تانية، يعني وركين عندك تمام، عندك صدور بحالها مسلوقه مثلا قبلها بيوم ماشي، مفيش اي مشكله، تنفع باي بواقي عندك. طيب محتاج بقى بصل ابيض متقطع جوليان، كمان ثوم مفروم، جنزبيل مفروم، ملح وفلفل اسود، كزبره جافه، وشويه كاري بابريكا، ويحتاج كمان شويه فلفل الوان. وطبعا زي ما بقول كل مره بستخدم فيها فلفل الوان، انت لو عندك فلفل رومي بس الاخضر اللي هو موجود عندنا كلنا فبرضه مش هيأثر في الوصفه كتير. وصويا صوص ومعلقتين كبار قشطه، ممكن استبدلهم زي ما اتفقنا قبل كده كتير بالجبنه الكريمي. طيب البطاطس بقى، عندي بطاطس مسلوقه بس اسلقها كويس جدا، وبعدين بعد ما بسلقها بقشرها. ملح وفلفل اسود، معلقتين كبار جبنه كريمي، وهعمل صوص بشاميل. الصوص بتاعي عباره عن ايه بقى، 3 معالق كبيره دقيق واللبن وزبده وبرده جبنه كريمي، وللوش بقى ميكس الجبن اللي احنا متعودين عليه علشان يدينا طعم حلو جدا. زي ما احنا متفقين انا ما بحطش ابدا للبشاميل اي بيض، وطبعا ميكس الجبن فعلا بيفرق في طعمها، ولكن برده بقول كتير لو عندك موتزاريلا بس فانا راضيه بيها جدا. قله تشيدر بحطها مع الموتزاريلا علشان بتديها لون، بتسرع من كمان السياحين بتاعها، بتديها طعم. الموتزاريلا هي ملهاش طعم على فكرة، لكن التشيدر بيبقى فيها شوية ايه طعم كده، ملح شوية لكن مش ملح شديد زي الجبنة الرومي. فأنا ما بستخدمش أبدا جبنة رومي، ليه؟ لأن الجبنة الرومي المحتوى الملح فيها عالي، لو دخلت الفرن أو اتحطت في البشاميل هتنزل الملح بتاعها، وهنحس كده ان احنا الحاجة طعمها مش احسن حاجة، ونحس ان الحاجة طعمها مالح جدا. طيب اول حاجة انا هنا استخدمت صدرين فراخ، اقدر استخدم زي ما قلت لكم اي ربع عندي، اي جزء من الفراخ، وكمان اقدر استخدم لو عندي شرايح بانيه، لو عندي فراخ مسلوقة من قبلها بيوم، انا اقدر استخدم اي حاجة موجودة عندي، وعلى فكرة طبعا تنفع باللحمة المفرومة. اول حاجه همسك بقى الفراخ كده، بسخن عندي طبعا الطاسه او الكاست ايرون، وابدا اقطع بقى عندي الفراخ شرايح رفيعه، بس هقطعها تاني مش الرفع ده كده تخينه، وارجع بعد ما عملت كده اروح جايباها كده وكل مره واحده برده ومقطعاها. طيب هي لو مسلوقه عندي هبدا منين؟ هتبداي من نفس الخطوه دي، هتخليها طبعا من العظم ومن الجلد ومن القراقيش ومن الحاجات دي كلها، وتعمليها برضو شرايح رفيعة، بس ايه يفضل يكون برضو بالسكينة بعد ما تخليها علشان تبقى النساير شكلها كده ايه ممنط، ما تبقاش حتة كبيرة وحتة صغيرة.
لكن هي تنفع بأي بواقي. وهنا أنا استخدمت 2 صدر فراخ بس ما استخدمتش أكتر. ولو عندك وراك تنفع، لو عندك شيش طاووق تنفع، أي قطعية فراخ تنفع عندي. بس كده قطعتها إيه؟ شرايح رفيعة وسهلة وسريعة، ما بتاخدش معايا وقت. هشيل بقى الجوانتيات بتاعتي خلاص كده، وعندي هنا الطاسة سخنت، احط لها شوية ايه زيت، واروح منزلها عندي الفراخ في الطاسة السخنة. وزي ما بقول كل مرة، مهم جدا جدا ان انا تكون عندي الطاسة سخنة علشان تخلي العصارة اللي في الفراخ موجودة فيها ما تنزلش معايا، ما تنزلش مية، ما تفقدش سوائلها، تبقى بتشد معايا وملهاش طعم. كل ده لما احطها في طاسة مش سخنة. طيب تعالي بقى نبهر كالمعتاد بابريكا. هحط ملح قليل جدا عشان انا عندي صويا صوص، خلوا بالكم. والصويا صوص قلت قبل كده ان هو حاجة ملحة. وهنا كمان الكاري والكزبرة وكمان الكمون، وهبدأ ايه اقلب. الاول مهم جدا ان ادي للفراخ كده التشويحة الاولى لوحدها. ليه؟ علشان ما يبقاش فيه اي حاجة مع الفراخ تنزل ميتها. فلما احط الفراخ ايه اللي يحصل؟ الاقيها كده ان هي لأ ما في مية هنا. لأ انا عايزة كل حاجة ناشفة. واقلب اول ما تتغلف لونها كده، يتغلف تماما اهو، هبدأ بقى احط عليها ايه كل اللي عندي. ايه اللي عندي؟ البصل والجنزبيل الفريش، مش عايزه اقول لكم قد ايه بيفرق في طعم الاكل، والثوم. هو بس مش بيفرق في طعم الاكل يا جماعه، هو كمان بيفرق جدا في مكونات الاكل كحاجه صحيه. يعني الجنزبيل والثوم من الحاجات اللي هي مضادات حيويه طبيعيه. فطول ما احنا كده داخلين على فصل الشتاء لازم نزود من الاكل، نزود من استخدام الجنزبيل الفريش والثوم الفريش في الاكل. وكمان نفضل طبعا ان احنا نزود من استهلاكنا الفيتامين سي. وفيتامين سي على فكره مهما اخدناه بكميات كبيره، هو من الحاجات اللي جسمنا بيتخلص منها، الزياده بيخرجها. فهو حاجه امنه جدا ان احنا ناخد فيتامين سي في الاكل كتير، ما نقلقش. غير الفيتامينات الثانيه اللي هي كترها في جسمنا لا، حاجه طبعا مضره جدا، لكن فيتامين سي الجسم بيتخلص من الزياده اللي داخله له، ده لو دخلت له زياده يعني. طيب بصوا انا عندي هنا البصل، وكمان البصل على فكره من الحاجات اللي صحيه جدا في الاكل، ووجودها كتير في الاكل بشكل كبير برضو بيحسن من ايه؟ من الصحة. طيب ادي عندي هنا تمام التمام البصل اتقلب مع الثوم والجنزبيل الفريش، وحسيت ان الريحة طلعت. مجرد ما احس ان ريحة الجنزبيل الفريش طلعت والثوم طلعت، احط ايه عندي؟ الفلفل الالوان. وزي ما قلنا احنا ممكن طبعا نستخدم الفلفل الرومي عادي جدا. معلش ما تجيبونيش وانا بعمل دي، معلش عشان طلعت هي ايه، سامعيني؟ معلش عشان هي ايه مش عارفه اقلبها وسكتلها، عمال اقول ايه هتفك دلوقتي. يلا ماشي. وبقول برضو الفلفل الرومي هيبقى كفيل عندي جدا لو ما عنديش كل فلفل الالوان بالواناته. طيب عايز اقول لكم ممكن احط مشروم،
ممكن احط سبانخ فريش، ممكن احط سبانخ فروزن، ممكن احط ميكس خضار يعني بسله على جزر، الحاجات دي كلها انا ممكن احطها عندي هنا. هي الوصفه مرنه، ازود الكميه بالخضار اللي انا عايزاه. بصوا دلوقتي اول ما حطيت عندي الصويا صوص، اولا بتخلي الطعم خطير. الصويا صوص بتخلي طعم الاكل في حته تانية، من الحاجات اللي هي المكسبات، مش مكسبات طعم، لا هي من الحاجات اللي بتدي طعم للاكل، بنسميها امامي كده. طيب وعندي هنا معلقتين القشطه، ولو ما فيش قشطه فاحنا هنبدلهم بمعلقتين جبنه كريمي، اللي هي اساسي عندي النهارده في الطبق ده كله. يعني احط جبنه كريمي للبطاطس، احط جبنه كريمي للبشاميل، فممكن هنا احط جبنه كريمي. ولو عندك اللبن غليتيه واخدتي الوش بتاعه، طبعا لبن ايه غير مبستر، لو غليتيه واخدتي الوش بتاعه فانت الوش بتاعه ممكن تحطيه هنا وهيديني نتيجه حلوه قوي. طيب انا كده خلصت ايه عندي، تعالى كده واشيل، خلصت الحشوه. ندخل على ايه بقى؟ البشاميل. خلاص يلا البشاميل بتاعي برضو بسيط جدا، عباره عن ايه، زبده وزيت زي ما متعودين، او سمنه، ولو عايزين نعمله بشكل صحي اكتر فانا قلت لكم ان احنا ممكن نحط اللبن على الدقيق ونقلب الاول وبعدين نبقى نحط مكعبين زبده، اخف اقتصادي اكتر، ما بحطش زبده كتير، طبعا طعمه بيكون حلو قوي وكمان بخليه كريمي باضافه الجبنه الكريمي، وخصوصا تكون بالقشطه كده من عبور لاند. طيب عندي هنا بيسيح وخلاص، انا الفراخ عندي خلوا بالكم انا ما حطيتش عليها اي حاجه غير لما كانت الفراخ عندي استوت خلاص، وبعدين حطيت البصل، حطيت الجنزبيل الفريش والثوم الفريش، حطيت الفلفل الالوان، واخر حاجه حطيتها الصويا صوص. طبعا انا تبلت الفراخ في الاول لو اخدتوا بالكم. عايز اقول لكم ان دي كده بالنسبه لي تعتبر اكله، ده كده الطبق ده كده خلاص كده بالنسبه لي اكله. طب يتقدم جنب ايه يا بيبا لو عايزه اكتفي لحد كده؟ يتقدم جنب مكرونه، يتقدم جنب رز، يتحط في ساندوتشات، نحط عليها شويه موتزاريلا وندخلها الفرن، افكار كتير. هي كده عندي وصفه، اركنها على جنب عشان هي كده استوت وانا مش عايزاها تنشف، وهنروح نحط دي علشان تبقى النار اعلى، وايه نقفل العين دي خلاص مش عايزينها خلاص، ونحط الدقيق ونقلب 3 معالق 4 معالق كبيره دقيق، المهم ان كل معلقه قدامها كوبايه. الكميه اللي انت عايزاها بقى، بس شرط اساسي ان كل معلقه دقيق قدامها كوبايه، كل معلقه دي قدامها معلقه ماده دهنيه. لو انت عايزه البشاميل كما قال الكتاب يعني بالطريقه اللي هي الاساسيه بتاعته، ولكن لو احنا عايزين نعمله بشكل اقتصادي قلت ان احنا ممكن نقسم كميه اللبن، نحط نصها ميه، بدل ما نحط الزبده في الاول نحطها في الاخر، نقلب اللبن مع الدقيق ومع الميه، ولو عندك شوربه تحفه، طبعا تحفه شوربه طبع مرقه طبيعيه، هتكسري اللبن بالمرقه وتحطي فيها كميه الدقيق وتقلبي تقلبي تقلبي، خلاص بدات تبقبق، تروحي حاطه الزبده وتروحي حاطه الجبنه الكريمي، عملتي بشاميل تحفه. طيب انا عندي هنا بصوا خلاص الدقيق ساح معايا، خلاص هروح حاطه ايه اللبن، طبعا اللبن عادي جدا ساقع من العلبه، وطبعا بستخدم لبن عبور لاند كامل الدسم، هيديني الكريمه طعم الكريمي اللي انا عايزاه من البشاميل، واقلب. طبعا بحط ايه هنا كالمعتاد، ملح، فلفل اسود، ممكن احط عود ورق لوري، ممكن احط حبهان مطحون، ممكن احط جوز الطيب، زي ما انا عايزه، واقلب طبعا ايدي فيه. ايه رايكم لحد كده ما يبدا عندي هنا يتقل البشاميل؟ برضو هقعد اقلب فيه. انا عندي هنا ايه بقى؟ البطاطس. البطاطس دي هحط فيها برضو مكعبين زبده،
ثلاثة. لو ما عندكيش زبده خلاص مش مشكله، ما تحطيش اي حاجه. ولو ما عندكيش زبده احنا ممكن نعمل ده بايه، بسمنه او بزيت. احنا حاطين لبن وحاطين مش مشكله. حاضر. ونحط الجبنه الكريمي كمان على البطاطس اللي عندنا الخطيره دي ونتبلها. يلا خلوا بالكم البطاطس بحط الملح بتاعها قليل، لا بتمتص الملح بشكل رهيب، بتملح بسرعه جدا. ورشه الفلفل الاسود. وتعالوا هعمل فيها ايه، ههرسها كده وادخل كله في بعضه. ايه رايكم؟ لحد ما اهرسها وادخل كل المكونات في بعضها وتكون عندي البطاطس دي كريميه جدا، وكمان البشاميل اللي هنا ايدي فيه هقلي فيه لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. نروح لفاصل ونرجع نشوف بقى هنطبقهم ازاي وازاي نقدمهم بطريقه لذيذه مختلفه على السفره. استنونا. كله بقى جاهز معايا علشان اطبقه. طبعا بعد ما البشاميل اللي عندي بيربط الرابطه دي، تعالوا شوفوا قوامه عامل ازاي، غني ازاي، وانا مش عايزاه تقيل ولا خفيف، قوامه مظبوط اهو بالمعلقه عشان تشوفوه. شايفين عامل ازاي كريمي ويجنن. دلوقتي بقى احط ايه، معلقتين الجبنه الكريمي بالطعم اللي انا عايزاه. يعني هم عندهم بالشيدر، بالجبنه الرومي، عندهم بالقشطه، عندهم اطعمه كتيره قوي قوي، اقدر يعني اختار اللي انا عايزاه. اقلب كده الجبنه الكريمي على طول، اما بحطها في البشاميل السخن بتسيح على طول، ما بحطهاش غير لو انا بس خلاص خلصت، بس انا عايزه الجبنه تسيح. طيب لو حطيتها من اول، لا مش حلوه خالص، انا بحطها لما يكون عندي قوام سخن. فكله ايه بقى، الاقيه اداني القوام اللي انا عايزاه ده. طيب تعالوا بقى نجيب الطاجن بتاعنا ونشوف هنطبق الحاجه الحلوه دي ازاي. اول حاجه عندي هنا الطاجن بتاعي، هروح جايبه ايه، البطاطس البيوريه اللي انا عملتها بالزبده وعملتها بالجبنه الكريمي، وحطيت لها كمان ايه، حطيت لها ملح وفلفل اسود اهي. احط طبقه كده الاول، لازم تكون مهروسه عندي. بصوا خلاص البشاميل بيبقبق، بطفي عليه. بصوا بيبقبق ازاي كده، شكرا. فانا حطيت ايه، طبقه من البطاطس اللي انا هرستها خطيره. هعمل ايه بقى، هروح جايبه الحشوه الحلوه بتاعتي دي واروح ايه، ريحه الحشوه دي اصلا خطيره، اروح الطاهن اهي بالصوص بتاعها بالخضار بتاعها البسيط خالص اللي انا قلت كمان ان انا اقدر اشيل الفلفل الالوان واحط فلفل رومي بس. بس الصويا صوص ومعلقتين القشطه او معلقه القشطه او القشطه اللي بتاعت وش اللبن، الحاجات دي كلها عادي جدا ان انا احطها. وبعدين بصوا بقى هعمل ايه، هروح جايبه كده واحاول ان انا اكور كور واحطها هنا، اعمل كده كور واحطها كور اهي واحطها. وبعدين احط تاني عندي خضار، اللحمه المفرومه لو انا عايزه اعملها بلحمه مفرومه، الفراخ، احط اللي انا عايزاه، وبعدين البشاميل وميكس الجبن. لذيذه ومختلفه وهتدينا كميه حلوه قوي، لان انا عامله طاجن صغير بس. بصوا اساسا انا ممكن اعمل، انا بس عشان كنت عايزه اشتغل في الطاجن ده عاجبني عايزه اشتغل فيه علشان بحس كده ان ايه الحاجات دي عايزه قالب ولا قالب الطرد.
تمام كده انا ايه خلصت كور كده، مش لازم يبقى شكلها كور مرسومة بشكل عشوائي، بس اخلصها كلها اهي. خلاص اشيل بقى عندي هنا الجوانتيات بتاعتي، وبعدين اروح عاملة ايه، حاطة عندي هنا كمان اللي باقي من الفراخ الحشوة، احطها كده اهي هنا في الجوانب او حوالين البطاطس اللي انا عملتها بالشكل ده. واخر حاجة بقى احطها عندي هنا البشاميل بس كده اهي، والبشاميل اللي بقى ينزل ايه عليها. بصوا بقى البشاميل اللي عندي ينزل يتوغل، علشان كده انا كنتش حطها طبقة واحدة، انا كنت حاطة البطاطس عندي ككور علشان انا عايزة البشاميل ينزل كده يتوغل في الطبقات، ما يكونش طبقة وطبقة وفي الاخر بشاميل، لا يتوغل كده في الجوانب كده. نحط حبة كمان، وعندي ايه بقى ميكس الجبن اللي انا قلت عليه، درجة حرارة الغرفة او المطبخ زي ما بنقول دايما، ولازم يكون طالع من التلاجة بوقت كافي او من الفريزر. حاضر، من التلاجة او من الفريزر بوقت كافي. وعندي هنا الخليط سخن جدا والفرن سخن جدا، يبقى انا هاخد ايه موتزاريلا سايحة على الوش مش قاعدة ومقددة. وقلت قبل كده بحط تشيدر هنا مع الموتزاريلا علشان بيديها طعم حلو جدا. اخر حاجة رشة الزعتر وهدخلها الفرن. خلوا بالكم انا عندي هنا كل حاجة ايه مستوية خلاص، فانا محتاجة ايه عندي بس هنا الجبنة تسيح وتاخد لون الجراتان الخطير بس كده. وعندي هنا بقى الزعتر اروح منزله على ايه الوش كده، الزعتر الجاف بتاعي يا سلام، او الفريش جاي نعناع لما تخرج من الفرن. دلوقتي وقت الايه الزعتر بس كده، هي خلصت، تعالوا ندخلها الفرن. بس كده خلاص، تعالوا بقى نشيل كل الليلة دي وندخل على الطبق السلطة الخطير اللي احنا عاملينه النهاردة اللي مميز، ولقيت في ناس بتسأل على حاجة فيه على السوشيال ميديا ايه هي، تعالوا اقولها لكم بعد ما اقول المقادير. هنعمل ايه؟ هنعمل سلطة حلوة قوي بس بالزيتون المشوي، بالظبط كده بالزيتون المشوي. طيب دي ايه المقادير دي؟ تعالى اقول لكم، عندي هنا معلقتين كبار صلصة، عندي كمان 2 بصل احمر جوليان، بقدونس مفروم، طماطم مكعبات وسط، زيتون وزيت زيتون، فلفل اسود وزيتون اخضر مخلي، ممكن يبقى فيه جزر ممكن لا عادي. نقول المقادير تاني، عبارة عن ايه؟ دي سلطة زيتون، عبارة عن صلصة عليها بصل احمر جوليان وبقدونس مفروم، طماطم مكعبات وسط، زيت زيتون، فلفل اسود وزيتون اخضر محشي جزر او من غير خالص. لقيت على السوشيال ميديا ناس بتسأل يا جماعة انتوا بتجيبوا الزيتون المشوي منين؟ الزيتون المشوي، الزيتون الاخضر ده في اماكن بتبيعه مشوي وطبعا محطوط في زيت زيتون وحاجه كده تحفه. تعالوا نعمله، ايه المشكله؟ هحط هنا في الجريل شويه زيت زيتون وهنزل بالزيتون بتاعي
اهو. ليه كده؟ في شويه ميه هيروحوا دلوقتي وانا بصفيه اهو. زيت زيتون، وعندي هنا كمان الزيتون. بصوا بقى هعمل ايه، انا هنا جايبه جريل، خلاص هروح دايسه على الزيتونيه كده، كام زيتونيه كده علشان ياخدوا علامات المشوي اهي، وتبقى حلوه جدا. وبس الميه اللي فيه تقل خالص، بياخد كده علامات المشوي وبيكون طعمه كمان زي المشوي اهي. بصوا اللي احنا كنا بنعمل بيها البطاطس، بدوس كده عليها تدينا بقى طعم المشوي، وحتى ولو ما ادتنيش علامات الشوي فهي بيكون فعلا طعمه زي المشوي، ان زيت الزيتون الدخنه بتاعته، عشان كده انا بشوح. بصوا بدات ازاي الدخنه بتاعته، شايفين هو بيدينا كاننا ايه ريحه المشوي، طعم المشوي. عشان كده انا ببقى حريصه ان انا اعمل فيه الفراخ واللحوم، وعلى فكره حاجه صحيه جدا 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 يا جماعه، ان عندي هنا زيت الزيتون مفيش اي مشكله لما يطلع دخنه، وهو ما وصلش لنقطة الاشتعال ماشي، لكن هو بيتطاير بسرعة عشان جزيئاته احادية، جزيئاته احادية مش مركبة، حاجة كده خفيفة، عشان كده هو صحية جدا، عشان كده هو بيطير بسرعة ولا بيتحول لمواد ضارة، وضعه على النار ولا الكلام ده كله خالص. بصوا بقى انا بديله كده. طيب تعالوا لحد ما ياخد اللون الحلو، واقلب تاني. تعالوا نعمل السلطه البسيطه دي المختلفه. عرفتوا بقى بنجيب الزيتون المشوي منين؟ من عندنا، بنجيبه من عندنا ونشويه بس كده. حاضر. الله، البطاطس عندي هنا بتاخد اللون اللي انا عايزاه. تحبوا تشوفوها؟ تعالوا شوفوها عامله ازاي اهي، خطيره. بس انا محتاجه لون تاني بسيط بسيط بس. بصوا الزعتر يا جماعه على الوش بيدي ايه، لوحه فنيه. وبعدين الريحان ينزل بقى والنعناع. بصوا هنا هحط الصلصه، هحط البصل، وهدعكهم الاول مع بعض، صلصه وبصل وهدعكهم الاول مع بعض. بعدين هحط الطماطم وهقلب بقى، مش هدعك بقى تمام. وعندي هنا ممكن احط جرجير، احط بقدونس، احط كزبره، احط اي حاجه خضراء انا بحبها في السلطات. وبعدين اروح ايه، مش هحط بقى لا ملح ولا اي حاجه، لان انا عندي احط بس كمون ورشه فلفل اسود، لان انا عندي الزيتون كفايه هو فيه الملح. تعالوا بقى بصوا بدا ياخد لون وعلامه ايه الشوي اهو، اللون وعلامه الشوي وطعمه كمان، من احلى السلطات اللي بتتقدم دلوقتي في اماكن كتير. بس كده انا خلصت، انا هقدم ايه السلطه، فيها اي حاجه صعبه خالص؟ انا شويت الزيتون وعملت السلطه بتاعتي. وعلى فكره بالمناسبه انا ممكن احط زيتون مع اي سلطه تانية مختلفه عن السلطه دي، اللي هي بصل وصلصه وكمان بقدونس وطماطم، انا ممكن احط الزيتون ده مع اي سلطه تاني. وهقدم بس كده ونفرش اهو. ويجي بقى عندي هنا الزيتون اللي انا شويته، اوزعه كده على ايه، على السلطه بتاعتي. حاضر.
خلاص كده، خلاص كده. عايزه اقول لكم السلطه دي مميزه جدا وهتعجبكم قوي وهتليق قوي مع الطبق اللي احنا عاملينه في الفرن، وهروح اجيبه حالا. بصوا هروح احط شويه زعتر كمان هنا، حاجات بر الله ريحه الزعتر كده من مجرد ما بفركه في ايدي الريحه بتطلع. بس كده وخلصنا طبق السلطه، هقدمه واروح اجيب اللي في الفرن، وبعدين اقول لكم بقى لما نرجع من الفاصل. الله الله، لونها خطير. لونها خطير، تعالي يا حلوة. بس كده الله الله، بتبقبق. طيب دي بتتقدم ازاي؟ دي عادي بتتغرف بالمعلقه، وتتحط المعلقه المغرفه الكبيره يعني، ما بتتقطعش قطع، وتتقدم جنب رز، تتقدم جنب مكرونه، خطيره خطيره. عايزه اوريكم بس كده طلع منها، تعالوا شوفوا الحلاوه. بصوا 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 غنيه ازاي، بصوا كل الحاجه داخله في بعضها ازاي. وهو ده اللي انا كنت عايزه اوصل له، ان انا ملاقيش الطبقات في حاجه فصلها عن بعض. عشان كده انا كنت بكور البطاطس، انا مش عايزاها تبقى، عايزه ان البشاميل تتوغل لايه؟ للفراخ. انا عايزه كله ياخد من بعضه. بصوا يا جماعه لو جربتوها هتعجبكم قوي. اللي جاي بقى الحلو كله. حلو ايه؟ حلو في الخلاط، مفيش اسرع من كده. استنونا. عايزه اقول لك ان هم دايما بيبقوا متوقعين منك حاجه حلوه يوم الجمعه، حتى لو مش انت استاذه في الحلويات او انت مش تارجتك خالص الحلويات، هو يوم الجمعه دايما بيكون مختلف واحلامهم كبيره شويه. فانت طبعا تتفاجئي ان هم يقولوا لك ما عندكيش حاجه حلوه، فانت تقول لهم لا ما عنديش حاجه حلوه ومش بعمل حاجه حلوه. طيب انقاذا للوقت والموقف ده، عايزه اقول لك ان في حلويات كتير سريعه جدا جدا ما بتحتاجش خالص لوقت تحضير كبير، وخصوصا اللي هي قايمه على البسكوت وهي شويه مكونات في الخلاط. النهارده نعمل ترايفل بالبسكوت والكريم كراميل، ومش هقول لك اعملي كراميل وهنعمل كريم كراميل، لا انا هقول لك هاتي لي 2 باكيت جاهزين، وهاتي لي باكيت كريم شانتي، وهاتي لي باكيت ايس كريم، وشويه بسكوت اي نوع اي نوع، والانواع البسكوتات كتير. وتعالى اقول لك ازاي نعمل حلو كده. طيب هنعمله ازاي؟ عندي هنا ترايفل البسكوت بكريم الكراميل. محتاجه ايه؟ محتاجه 2 باكيت كريم كراميل زي ما قلت لك بيتباع في الاسواق، وكيس كريم شانتي، كيسين كريم شانتي انا اسفه، وكيس ايس كريم فانيليا. وعايزه بقى بسكوت الكميه اللي انت عايزاها، انا هستخدم مثلا 5 اكياس بسكوت اللي هو بسكوت الشاي، ارخص انواع البسكتس اللي موجوده اساسا. طيب وبعد كده عايزه الكراميل بتاع الكريم الكراميل ده، عايزه الكراميل بتاع الكريم الكراميل، الباكيتات اللي موجوده عندي. بس كده تعالي بقى عندي هنا في ايه، في انا قلت 2 كوبايه لبن، قلتها عشان حاسه ان انا نسيت. طيب باكيتين الكراميل مع ماشي مع كيسين الكريم شانتي مع كيس عندي هنا الايس كريم الفانيليا، ده كله بيتحط في ايه؟ في كوبايتين لبن اهو، كل ده بيتضرب. حاضر اهو، وهحط بقى ايه؟ الكريم الكراميل، وهحط هنا وده اكتر من كيس، هحط ايه؟ كيس، وهحط كيس ايس كريم
ايه الفانيليا وهض. ماشي، لحد ما هضرب انا هرصص هنا علشان بس وقت الحلقه، هرصص هنا البسكوت، هرصص هنا البسكوت معايا بس كده. ممكن اسقسق له باللبن وممكن اسيبه لان هو لما هيقعد شويه وياخد من اللي احنا عاملينه ده هو كده كده هيتسقسق له، فاهميني؟ يعني هو كده كده هيطرى، فانا ما بحبش اطريه، انا هسيبه كده. ماشي، هضرب وهرصص. اشوف كده القوام، عشان انا حطيت كيس كريم شانتيه ما حطيتش الباقي. لا لسه محتاج اهو بقيه ايه الكيس التاني، عشان قلت كيسين ونضرب. بس كده حلو. هعمل ايه؟ هروح حاطه بقى عندي الخليط ده كده على البسكوت اهو. طبعا ده بيدخل التلاجة ايه بيمسك نفسه. خلاص حطيت، واروح حاطه تاني ايه عندي طبقات من البسكوت. اي طبعا على وشها على ظهرها كل ده ايه بيتغطى عندي وبيمسك بقى طبعا الكريم شانتيه. طبعا حاضر اهي، وندخله بقى التلاجة الفريزر زي ما انتوا عايزين. في كل الحالات يا جماعة مفيش اسرع من كده. بسكوت، وزي ما بقول لكم اسهل الحاجات اللي هي قايمة على البسكوت، سواء ان هي تكون بسكوت كده صحيح او ممكن نطحنه زي ما انتوا عايزين. ونحط ايه، هجيب بس معلقه عشان انزل عليه عشان ايه مش عايزاه يطلع لي على الوش اهي، واوزع. طبعا ده هيدخل زي ما بقولك ايه، بصي بيتقل معايا ازاي، ومفروض ان احنا نضربه اكتر من كده بس علشان وقت ايه الحلقه، لحد ما يتقل كمان معايا اكتر من كده. طيب هعمل ايه بقى الكيسين بتوعي اللي هما جايين مع عندي هنا الايه الكريم الكراميل. هروح عامله كده اشكال عشوائيه عليه. انا بقول لك ولا هوقفك واقول لك اعملي لي كراميل ولا اعملي لي كريم كراميل ولا اي حاجه، انا هقول لك اضربي في الخلاط. ويدخل بقى عندي هنا التلاجة، هيمسك نفسه وتفرجي على الحلاوة. عشان كده انا بقولك سيبيه ما تبليش خالص عندي هنا البسكوت، لان انا عندي الخليط هنا هو هيطريه كده كده. اخد معايا وقت بس كده، وعايزة اقولك ان اي حد هيدوقه هيفتكر ان انت يعني ايه واقفة حبة حلوين عمالة تعملي وتشكلي. مين كان بيسأل عن النعناع؟ اهو، او الريحان. اهو اهو خلاص. وطبعا هحطه زي ما بقولكم يدخل عندي هنا، مهم جدا التلاجة او الفريزر يمسك نفسه. بس دي كانت حلقة الجمعة، لذيذة وخفيفة بس تعمل سفرة حلوة قوي. ما وقفناش كتير، يعني انا كل اللي كنت عاملاه ان انا سلقت قبلكو البطاطس. فانت وانت بتعملي فطار الجمعة كده هتسلقي البطاطس بس كده، وهتعملي الباقي كله سهل. الطبق ده اللي هو البطاطس البيوري بالفراخ والبشاميل، صوص البشاميل والجبن السايحة الخطيرة دي، انا قلتلك متقدم جنب مكرونة
بيضه او بالوايت صوص او مكرونه مسلوقه عادي جدا، وتقدم جنبها او رز ابيض بشعريه. خطير رز ابيض بشعريه يا جماعه، ده لوحده في حته تانية، يعني هو يتحط كده على السفره يعني يلمس مع اي حاجه. وكمان السلطه المميزه جدا بالزيتون المشوي، واخر حاجه الحلو اللي هو ايه، مفيش اسرع من كده. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، جمعه مباركه علينا كلنا، يا رب كده كل ايامنا مليانه بركه من ربنا، ويا رب دايما متجمعين انتوا كل حبايبكم ومش ناقصكم حد ابدا. واشوفكم بكره على خير ان شاء الله في نفس ميعادنا من واحده لاثنين والاعاده الرابعه صباحا. بحبكم من كل قلبي، باي باي.